30 من سبتمبر يرتدي الكنديون اللون البرتقالي تضامناً مع السكان الأصليين، حيث يستذكرون قصة الطفلة فيليس التي تعرضت للاضطهاد في المدارس الداخلية في كندا على يد مشرفتها، عندما ارتدت ذات يوم اللون البرتقالي لتقوم المشرفة بتقطيع قميصها وقص شعرها. مئة وخمسون ألف طفل انتزعوا من أسرهم ووضعوا في مدارس دينية داخلية إلزامية للدراسة بحسب ما تقول السلطات الكندية، لكن السكان الأصليين يرون أن الهدف كان طمس هويتهم. عندما فصلوا الأطفال عن أسرهم وعادوا كانت الحياة صعبة عليهم. تخيلي عندما يكون الطفل في سن 4 أعوام ويفصل عن أهله لمدة 10 أعوام كيف سيعود؟ أغلبهم اتجه إلى الكحول والمخدرات لنسيان ما حدث له. إذا لم تتعامل معه كطفل كيف سيكون أبا أو أما، وكيف سيقدم الحب إذا لم يعطى له؟ اعتراف علني واعتذار أمام الشعب. السلطات الكندية خصصت يوماً للمصالحة والحقيقة عما بدر منهم، والاعتراف بأن المدارس الداخلية هي وسيلة إبادة ثقافية. Saying that we are sorry today. أعتذر بالنيابة عن الكنديين للسكان الأصليين. أعلم أن الاعتذار لن يكفي، لأنه لن يمحي الوحدة التي شعرتم بها، ولن يخفف الألم الذي عانيتم منه، ولن يعيد لغتكم وعاداتكم التي خسرتموها، ولن يخفف الوحدة والانفصال عن أسركم ومجتمعهم، ولن يشفي الجراح التي تحاولون تضميدها منذ سنوات بما مررتم به في المدارس الداخلية.